في القرن الأول الهجري سجل التاريخ الإسلامي سيرة قائد وصل بالفتوحات الإسلامية إلى بلاد أسيا الوسطى، وعلى يديه فتحت ما تسمى اليوم بالجمهوريات الإسلامية الخمسة. بطل مغوار من كبار قادة الدولة الأموية بلا منازع، ومدخل الإسلام إلى بلاد الصين، فهو صاحب راية لم يتجاوزها أي فاتح من بعده. إنه القائد قتيبة ابن مسلم، من فوارس الإسلام في فتح بلاد المشرق. هو أبو حفص قتيبة ابن مسلم ابن عمرو الباهلي، ولد بأرض العراق في بيت إمارة وقيادة، تعلم العلم والفقه والقرآن، وفي الوقت نفسه تعلم فنون الفروسية، حتى نشأ قتيبة على ظهور الخيل. ولد قتيبة ابن مسلم بأرض العراق وتعلم الفقه والقرآن وأظهر ألوانا من الفروسية منذ صغره. هل بالفعل ولد كما يقال على ظهور الخيل، وأثرت هذه التنشئة في شخصيته؟ ولد قتيبة ابن مسلم الباهلي في العراق، وهو نشأ من قبيلة باهلة. كان والده فارس من الفرسان المقربين من يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. كيف أثرت هذه النشأة في شخصيته؟ تعلم فنون القتال وتعلم إدارة الحرب، وكعادة العرب وقتها وعادة القادة أن يتعلموا هذه الفنون والإدارة وأن يشاركوا فيها بأنفسهم. أظهر شجاعة وقوة في جيش المهلب ابن أبي صفرة، رأى فيه سمات القائد وحسن نعم. الإدارة والفروسية. نعم، رأى فيه ذلك واستعمله وشجعه على ذلك، حتى وصل به الأمر أن يعني شكر فيه وذكره عند الحجاج ابن يوسف الثقفي، والذي تولى في عهد عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين سنة 65 من الهجرة، فذكره له. فأراد الحجاج ابن يوسف الثقفي أنه يختبره ليرى ما به من قوة وشجاعة وفهم وغير ذلك. إخماد الفتن وثورات كان من الأهداف الرئيسية لتحرك قتيبة ابن مسلم بأمر من الحجاج ابن يوسف الثقفي. هل هذه الأسباب أدت لاستمرار الفتوحات ووصول الإسلام إلى المشرق؟ كان قتيبة ابن مسلم ذو شجاعة وقوة، وأيضا لاحظ الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق قوة قتيبة وسرعة بديهته في حل الأمور والثورات، فاستعان به في إخماد الثورات في العراق، فعينه على الري عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان، واستطاع إخماد الثورات بها. ثم بعد ذلك عين على خراسان عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، ووله الحجاج بعد وفاة المهلب ابن أبي صفرة قيادة الجيوش لفتح البلاد وإخماد الفتن والثورات ولتعليم الناس دين الله عز وجل ولحماية الحدود الشرقية للبلاد الإسلامية. هنا من أسباب الفتوحات حماية للحدود ونشر الإسلام. ونشر الإسلام نعم. أسباب دائمة في أغلب الفتوحات. في أغلب الفتوحات أن يعلموا الناس، وخاصة في العصور الأولى التي لا يعلم الناس فيها أي أخبار إلا عن طريق التواصل المباشر، وليس الحال كما هو الآن. ابتدأ قتيبة مسيرته إلى فتح الشرق كله، ففتح الكثير من المدائن من خوارزم إلى سمرقند. وصل قتيبة ابن مسلم بمسيرة فتوحاته إلى سمرقند وقام بإحصارها، وعظمت فتوحاته لدرجة أن ملك الصين يرسل إليه الهدايا والجزية. كان قتيبة ابن مسلم يريد الوصول، يريد السيطرة بالكامل على بلاد ما وراء النهر، فبدأ بإخماد الثورات في خراسان، واستطاع أن يسيطر على مدينة بلخ من ضمن أقاليم خراسان، واستطاع أن يحارب أهلها ويردهم مرة أخرى إلى الطاعة. ثم بعد ذلك ذهب إلى منطقة اسمها الصاغنيان، حاكمها أعطاه هدية من الذهب، مفتاح من الذهب، وأراد أن يكون بينهما شيء من الود. ثم بعد ذلك انتقل قتيبة إلى خراسان مرة أخرى، فكان هذه الرحلة في البداية مجرد استكشاف للمنطقة بلاد ما وراء النهر.
فتح خوارزم ووصل إلى سمرقند وقام بحصارها، كيف جاء الصلح في سمرقند؟ بدأ فتح سمرقند بعدما فتح خوارزم ومنطقة الشومان ومنطقة بخارة، وأخذ منها مجموعة من الجنود والقواد، ثم انطلق إلى سمرقند بعدما نصحوا المجشر السلمي بأن يفتح سمرقند الآن، لأنه كان قتيبة من عادته أنه يفتح في وقت الربيع، فساب سمرقند الآن بسبب إيه؟ أنه هو يداهمهم على غفلة دون أن يجهزوا له أو يستعدوا له. وبالفعل دخل سمرقند فاستعان حاكم سمرقند بأهل الشومان وتركيا، فاستعدوا له بأفضل الجنود والإمدادات ضد قتيبة، فكانت مدينة سمرقند من المدن الحصينة جداً، فدخلها بعد ذلك. وقتيبة بعد استمرار الحصار لمدة شهر ناشده ملك سمرقند في هذه الفترة بأنه يبتعد عن سمرقند مقابل أنه هو يصطلح معه للغد، تاني يوم الغد يعني، لكنه رفض، قال له أن الصلح يتم الآن، وبالفعل تم الصلح فيما بينهم. عندما دخل بلاد المشرق دخل أغلبها بالصلح، حتى وصل الأمر إلى حدود الصين يعني، وكانت هناك مشاورات مع ملك الصين وغيرها، وأرسل إليه الهدايا بعد أن أرسل له 10 من أصحابه يسألهم عن هذا الدين ويسألهم عن ما جاءوا من أجله وغير ذلك، فكانوا خير سفراء لهذا الدين ولقتيبة ابن مسلم، وزاع صيته قتيبة ابن مسلم في البلاد، في خراسان وفي سمرقند وفي غيرها الدول الآسيا الوسطى. استمر بعد ذلك في الفتوحات، ففتح إقليمي خراسان والسغد، هم إقليمان هامان جدا في بلاد ما وراء النهر. وبلاد ما وراء النهر هي بلاد الآن أفغانستان وأوزبغستان والمنطقة المحيطة بشمال الهند وتركيا، بالقرب من تركيا الآن، حتى وصل إلى حدود الصين. بلغت عظم فتوحات قتيبة مستوى جعل ملك الصين يرسل بالهدايا إلى الفاتح العظيم حتى يدفعه إلى التراجع عن قسمه بأن يدخل المسلمين الصين. ملك الصين في الوقت ده ناشده إن هو يختار 12 رجل من أفضل فرسانه وأفضل قواده، فدخل هؤلاء 12 رجل من هدف بهدف إن هو يوصف له أحوال المسلمين ودينهم وسبب مجيئهم لتلك المنطقة. وبالفعل استطاعوا إيصال الفكرة لحاكم الصين، وأصبح حاكم الصين يرهبه ويخاف منه، ودين له بدفع الجزية، وأصبح ودخل ضمن دولة الأموية في الولاء والطاعة. انتشار الإسلام في بلاد الصين وسمرقند وغيرها كان من نصيب الكبير لقتيبة ومن نتائج المهمة لفتح هذه المدن؟ هذا مما يحسب لهذا القائد العظيم الذي أخلص النية لله رب العالمين، فوفقه الله عز وجل وأوصل الإسلام ورسالة الإسلام بما فيها من حضارة ومن سماحة ومن فهم ومن أخلاق إلى هذه البلاد، فتعلم الناس ورأوا سلوكاً واقعياً معاشاً لهؤلاء الناس، فأسلم من أسلم منهم، واطلع من لم يسلم منهم على هذا الدين وعلى أخلاقه وعلى ما فيه من أحكام وشرائع، مما أدى إلى انتشار الإسلام في هذه الأماكن. من أسباب ونتائج أيضا نجاح هذه الفتوحات هو تعطش أهل هذه البلاد للدين الإسلامي، لمعرفة الدين أكثر. لا شك أن الناس في طبيعتهم لما فطرهم الله عز وجل فطرهم على معرفته سبحانه وتعالى، لكنهم انحرفوا لأسباب كثيرة، فكان معرفة الإسلام معرفة صحيحة أن قبله الناس. وقبل أن تدخل جيوش قتيبة بن مسلم إلى هذه الأماكن، وصل التجار المسلمون إلى هذه البلاد وغيرها، وفهم بعض الناس عن هذا الدين، فلما جاءت الفتوحات وسمعوا هذا الدين ورأوا عدل هذا الدين ورأوا خير هذا الدين وما فيه، لا شك أنهم تأثروا، وبعضهم دخل في الدين طواعية وبعضهم لم يدخل، ولكنه لم يجبر على الدخول في الإسلام. حارب قتيبة ابن مسلم 13 سنة لم يضع فيها الإيمان ونشر الإسلام، وعلى يديه دخل المسلمون في بلاد ما بين إيران وأفغانستان، أما الجزء الأكبر منها فيقع في الجمهوريات الإسلامية الخمس بآسيا الوسطى.